تعليم بحرف مسرع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموا كفيك صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا فعطف بواو سابقا أو لاحقا بالحكم أو مصاحبا موافقا وخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وخص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وإن به عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها من وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت خير أبيح قسم بأو وأبهم وشك ويضرب بها أيضا من وربما عقبت الواو إذا لم يجد النطق لبس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إما ذي وإما النائية وولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وبرك لكن بعد ما طفيها كلم أكون في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يلد بالنظم فاشيا وضعف واعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى بالنظم والنهي الصحيح المثبتة والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إلى لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم نتلق وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس نستعمل النسق عطف النسق العطف الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه والنسق التتابع قال تال بحرف متبع عطف النسق تال خبر والمبتدا عطف النسق عطف النسق هو تال بحرف متبع مثل جاء زيد وعمر عمر معطوف عطف نسق لأنه تال بحرف متبع بخلاف مررت بغض انفر أي أسد فأي ليست حرفا متبعا بل حرف مفسر فهذا ليس على حد عطف النسق تخصص بود وثناء من صدق مثال ذلك اخصص بود وثناء من صدق الواو عطفت ثناء على ود فالعطف مطلقا في اللفظ وفي المعنى بواو العطف مطلقا بواو نعم بالواو والفاء وثم وأو وحتى عطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء وأتبع زوجا فحسبه يعني فقط لا غير وأتبع فحسبه بل ولا لكن أكون استغرب هذه تتبع في اللفظ فقط ما جاء زيد لكن عمرو معطوف بلكن لكن حكمه يخالف حكم ما قبل لكن فالعطف بمجرد اللفظ أن ما بعدها يوافق إعرابه إعراب ما قبلها لا أنه يوافق في المعنى ولا تقول ما جاء زيد تقول جاء زيد لا عمرو بل تقول ما جاء زيد بل عمرو نعم لما سمعت الحكم أن تقول جاء زيد وعمرو متفقان بالحكم جاء هذا وجاء هذا إذا قلت ما جاء زيد لكن عمرو أحدهما جاء والآخر لم يجئ أنا أقول يوسف بعد فحصه بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لم يبدو إنسان لكن طلاء ولد ذات الظرف تعطف الواو السابق على اللاحق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك عطفت اللاحق على السابق عطف واو سابقا أو لا عطفت بها السابقة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك عطفت الليل من قبلك على النبي صلى الله عليه وسلم سابق أو لاحق ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم نوح أول الرسل عطفت اللاحق على السابق والمصاحب الموافق فإن جيناه وأصحاب السفينة لم يسبق أيهم منهم الآخر واخصص بها الواو
تختص بعطف ما لا يغني متبوعه، لأنه لا يصدر من شيء واحد. تقول اصطف زيد وعمر، هنا لا تصلح إلا الفاء، لأن قولك اصطف زيد، زيد لا يغني عن عمر، ها؟ لا تصلح إلا الواو. اختص بعطف الذي لا يغني. اشترك خالد وعلي، هنا تختص الواو، لا تقول اختص اشترك خالد فعلي. اصطف الذي لا يغني متبوعك اصطف هذا وابني. الفاء، قال الفاء للترتيب باتصال، الواو لا تقصد الترتيب، الفاء تقصد الترتيب والاتصال. تقول جاء زيد فعمر، جاء عمر قبل بعد زيد، لكن جاء بعده مباشرة، فهو فهي تدل على الترتيب والتعقيب. وثم للترتيب والتراخي، جاء زيد ثم عمر، اجتمعتا في قول الله عز وجل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره. الإقبال نسأل الله حسن الخاتمة يكون بعد الموت مباشرة. نقول والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالانفصال. قال حضرة واختص بفاء عطف ما ليس صلاحا ليستقر أنه الصلة. تختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن الرابط الذي يستحق أن يكون صلة لوجود رابط فيه. وعكسه تقول الذي يسافر فيغضب أخوك علي، جملة يسافر تصلح أن تكون صلة، فيها ضمير عائد على الذي. يغضب أخوك جملة لا تصلح لأنه ليس فيها رابط يعيدها إلى الذي. المختص هنا بالعطف الفاء، لا تقول الذي يسافر ويغضب أخوك، لا يقالها أو ثم يغضب أخوك. وعكسه تقول الذي يغضب أخوك فيسافر هو سعيد، جملة فيسافر هو تصلح أن تكون صلة، فيها ضمير على الذي. ويغضب أخوك لا تصلح. عكسنا كذلك يختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون خبرا لخلوه عن الرابط على الذي يصلح أن يكون خبرا. قال وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. وإنسان عيني مبتدأ، يحسر الماء تارة لا تصلح أن تكون خبرا ليس فيها رابط يعود على إنسان عيني، فيبدو تصلح. وعكسه تقول زيد يحضر فيسافر عمرو، جملة يحضر تصلح فيها ضمير رابط. وكذلك تختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون نعتا لخلوه عن ضمير المنعوت على الذي يصلح. تقول مررت برجل يضحك فتبكي هند، يضحك تصلح أن تكون صفة فيها ضمير على الأول. ونعت بجملة منكرة فأعطيت معطيته خبر، أين هذا؟ سبق درسنا. نعم كذلك تستطيع، تقول مررت برجل تبكي هند فيضحك تصلح. عكست وكذلك تختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون حالا لخلوه عن ضمير صاحب الحال على الذي يصلح. تقول جاء زيد ينام فيستيقظ عمرو، ينام تصلح. أو جاء زيد يستيقظ عمرو فينام. المجموع ثمان جمل. هابوي تستطيع أن تختصرها، تقول الصلة والوصف النعت والخبر والحال. كذلك يقال عن الفاء أنها تختص بعطف الجمل، وكثيرا ما تقضي تسببا، سرق فقطع تخلف وحرم. أقول أخص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة،